السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة إراكي تكجيك، واليوم راح نحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو الأمن السبراني أو أمن المعلومات. ابقوا ويانا. قبل ما نبدأ بالموضوع أحب أسألكم سؤال وما يحتاج تجاوبون عليه، كم واحد منكم لحد الآن يستعمل باسورد من 1 إلى 6 أو من 1 إلى 8 أو يستعمل 1 8 مرات أو يستعمل رقم موبايله أو يستعمل مواليده ومواليد زوجته وغيرها؟ كم واحد منكم تعرفون شقد المدة اللي يحتاجها المخترق حتى يخترق حسابكم؟ يحتاج إلى ثانية واحدة فقط باستخدام طريقة البروت فورس، وهذا موضوع ثاني يحتاج لحلقة كاملة حتى نحكي عنه. طريقة البروت فورس واللي هي تخمين الباسوردات عبارة عن قاموس كبير جدا يحتوي على جميع الباسوردات اللي موجودة بالعالم، ابتداء من رقم 1 إلى باسوردات معقدة جدا. فتخيل إنه باسوردك جدا سهل حتى يتم اختراقه. واليوم وبأدوات خاصة ومواقع خاصة راح نشوف الصعوبة اللي يحتاجها المخترق حتى يخترق حسابك. راح نخلي باسوردك أو أي باسورد يمكن تخمينه في مواقع هي وظيفتها أنه تعرف مدى صعوبة هذا الباسورد وكم المدة اللي يحتاجها القرصان حتى يخترق حاسوبك أو يخترق حساباتك الشخصية. تابعوا ويانا هذا الموقع. How secure is my password؟ واحد من أشهر المواقع اللي تشوف بها قوة باسوردك وأيضا كم يحتاج المخترق حتى يخترق هذا الباسورد. خلونا نكتب 1 2 3 4 5 6 7 8، ومثل ما تشوفون انه يتم اختراق الباسورد في الحال instantly. وايضا مبروك عليك، باسوردك من ضمن اكثر 10 باسوردات يتم استخدامها في العالم. لو نكتب 1 1 1 1 يعني 8 مرات رقم 1 ايضا نفس الحالة. لازم شوية نجرب باسوردات اكثر قوة. لاحظت السهولة والمدة اللي يحتاجها القرصان أو المخترق حتى يخترق حسابك ويسحب بياناتك كلها؟ يعني أقل من ثانية يحتاج. طيب أنت راح تسأل هسه شلون راح تقدر تحصل هذا الباسورد؟ شلون راح تخليه قوي؟ شنو الفكرة اللي ممكن تضيفها على باسوردك؟ بالمناسبة اللي هسه فرحان حالياً ويقول أنا أحط اسمي ويا رقم، فأحب أبشره أنه يحتاج المخترق إلى دقيقة، ممكن احتمال أقل من دقيقة حتى يخترق حسابك. أكو طرق أقوى في تشفير وإيجاد باسوردات معقدة لهذا الموضوع، تابعوني. أكو موقع اسمه Secure Password Generator، وهذا يتيح لك بإنشاء باسوردات عشوائية باستخدام قيم وإدخالات أنت تحددها من الصفحة. مثلا تختار إذا تريد حروف كابيتال، تريد بس حروف سمول، تريد رموز او تريد ارقام ايضا، وطبعا طول الباسورد بعدد الرموز. خلينا نلغي كل الخيارات ونبقي بس الارقام فقط وننطي جنريت. راح ينطينا رقم عشوائي، هذا الرقم كل مره يتغير، كل ما نضغط على زر جنريت راح يتغير. سوي كوبي ونروح على هاو سكيور از ماي باسورد ونشوف هذا الرقم العشوائي مش قد راح يحتاج حتى يتم اختراقه. شوفوا يحتاج الى 200 ملي سكند، يعني اقل من رمشة عين حتى يتم اختراقه. ليش؟ لان فقط ارقام، وهذا يتم اختراقه عن طريق البروت فورس. خلينا نضيف ويا حروف ونزيد كمية الحماية بزيادة عدد رموز. انطاني باسورد جديد، خلينا نسوي له كوبي، هذا يكون حروف وارقام. شوف هسه هنا أنا تغير الحال، صار نسبة الحماية أكبر، يحتاج شهر كامل باستخدام حاسوب حتى يتم اختراق هذا الباسورد. خلينا نزيد الليفل بعد مرة، خلينا نحط حروف كابيتال أيضا وننطي جنريت. الآن شوف الكلمة صارت غريبة، بيها حروف كابيتال، حروف سمول وأرقام.
نسوي له كوبي. ونسوي بيست. شوف يحتاج 41 سنة حتى يتم اختراق الباسورد مالتك. مجرد انه حولنا قسم من الحروف الى كابيتال لتر. طيب خلنا نضيف رموز وياه. رموز مثل الات والعلامة التعجب. نصعد عدد الرموز. شوف هسه صار بي رموز وصارت الجملة جدا غريبة. ما ممكن احد يفكر بهذا الرمز نهائيا. نسوي له كوبي. نمسح الرمز القديم ونحط الرمز الجديد. ويحتاج 400,000 سنة لاختراق الباسورد. يعني اللحق نصير نفط وبعد الباسورد ما مخترق. الباسورد هذا جدا قوي، ما ممكن أحد يفكر به، والتشفير أيضا جدا عالي. أكو موقع ثاني تابع لشركة كاسبرسكي أو كاسبرسكاي المختص بالأمنية. خلينا نجرب الباسورد اللي هو 8 مرات رقم 1. شوف الباسورد يقول عندي أخبار إلك جدا حزينة، واللي هي أنه الباسورد هذا مجرد أرقام. يقول هذا الباسورد تم ظهوره 357,376 مرة بالباسوردات المسربة اللي مرة ظهرت، ويحتاج ثانية واحدة حتى يتم اختراقه. طيب خلينا نغير نوع الباسورد اللي راح نكتبه ونكتب إراكي تاجيك. الآي تكون كابتل، تاك تكون كابتل، والجي تكون كابتل. شوف يحتاج 4 قرون، 400 سنة، مجرد انه قسم من الحروف صارت كابتل. يقول هذا الباسورد ما ظهر ولا مرة بقائمة الباسوردات المسربة على الانترنت. لو نضيف ويا رمز او حرف او رقم، شوف ايش قد راح يحتاج. راح يحتاج 142 قرن حتى يتم اختراقه. وهكذا كل ما تضيف، كل ما تغير بنوع الرموز، سواء كان حرف سمول او حرف كابتل، رمز او رقم. اذا اضفت رقمين تصير بعد اصعب. شوف هسه 1256 قرن حتى يتم اختراق هذا الباسورد. وللي ما عندهم اجهزة حاسوب، اكو برامج خاصة ايضا للموبايل هسه راح اشرح عنها وكيف يتم استخدامها. واكيد هذه المواقع والبرامج راح يتم ارفاق الروابط الخاصة بها بوصف هذا الفيديو. هذا البرنامج اسمه Password Generator، ايضا يشتغل بنفس الطريقة اللي يشتغل بها Secure Password Generator. لو تلاحظون الخيارات اللي موجودة Lower Case Upper Case، يعني الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة، الارقام والرموز. ايش قد طول الباسورد تريده؟ 10 خانات، 8 خانات، حسب اللي انت تحتاجه، وتنطيه جنريت. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وهذه المعلومات القيمة، واهم شيء انه ما تعرضون حسابكم للاختراق او للخطر. ارجو الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة، واشوفكم على خير ان شاء الله.